تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة أفهم. مستمعي الحياة أفهم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحقيقات اللي يجيكم كل نهار ثلاثة مع ماضي ثلاثة. تسمعونا على 93.3 ولا على صفحة الفيسبوك، تتابعوا الفيديو لايف. موضوع حلقتنا اليوم هي المساحات الخضراء والشجرة، يعني الموضوع فرضته الأحداث المتكررة للحرائق، أيضا أخبار والحديث والأرقام عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وأيضا شح الموارد المائية، وأيضا تنامى الحديث عن التغيرات المناخية. وقت نعرفوا أنه اليوم مثلا في نشرية صادر على مندوبية الفلاحة بالقيروان تقول أنه السدود ثلاثة بالقيروان غير صالحة للاستغلال بسبب تراجع مخزونها المائي، وهذا ربما حلقة من حلقات التوازن البيئي وإشكالية التغيرات المناخية. باش نحاولوا في حلقة اليوم نسلطوا الضوء على الثقافة البيئية، علاقة المواطنين بالشجرة خاصة في مدينة القيروان. والله كنت تشوف في الواقع هنا في القروان بالذات ناقصين ياسر. لو أنا ولد معتمدية حاج بالعيون تبع ولاية القروان، كنزور القروان ما فيهاش، واختلفت الجهات نتاعها، المعتمديات الحاج بالعيون زاد ما فيهاش، خلاص جردة ولا اثنين، وجردة الكبيرة معناها نقاه وجردة الأخرى صغيرة مهملة، فماش عناية بالبيئة في ولاية القروان. ونحب بس حاجة نلاحظ ناسنا، برك الله وصلنا 54 درجة و53 درجة في القروان، تشد طريق القروان وحاج بالعيون تتقى الزيتون كله يابس، منيش الانحباس الحراري، درجة الحرارة المرتفعة، هذه على السلطات المحلية هي اللي تتحمل مسؤولية، مش مواطن، مواطن يلقى الجرد يحافظ عليه، أما السلطة إذا ما تعمل الجرد وتليق بها وتحط فيها على أساس وكذا، ومواطن يحافظ عليه ويدعمها المواطن. أنا شفنا المجتمع المدني في التلقيح لقيناه، في تنظيف الشوارع لقيناه، إذا كنت تعمل يوم للبيئة ما تلقاش مجتمع مدني باش تلقيها، يلزم الدولة هي تحمل مسؤولية كاملة. تقترح لو كان تكون ثم حملة وطنية ورأي عام هكا وطني شجع التشجير؟ يا حبذا يا حبذا، يكون يوم وطني للبيئة على السلطة تحمل مسؤولية مع المجتمع المدني. عنا موضوع نحكيو على البيئة، عنا مساحات خضراء ما يكفي في القروان ولا؟ نعم، فماش مساحات خضراء، أنت تغزر لها كيفاش؟ لهنا بحذا البلدية ذاك عش اللي غازين شي جرة، ما في بلاي صخري دولي ناقصين. بار اكزومبل في ناس فيقص هاي اشتر الشجر مخصوص يقصوا فيهم، كل واحد ما يحبش يكون يحط قدام داره شجر، حتى تهز في الهواء، تهز في برشا وقت، معناها تجبد في برشا وقت. المساحات المؤطرة معناها نتاع جردة ولا حاجة مش معناها ترى ناقصين قروان مساحات خضراء. هاي بالطبيعة ناقصة، حتى جردة ولا حاجة ما فماش، معناها عندنا جردة واحدة. جردة في البلد. ومش ملاهين بها جملة. معناها هما زوج جردات تو، كان يخدموهم المجتمع المدني يتلهوا بهم هرم يتلهوا بهم، ما تلهى بهم تقعدوا هكاكا ما يتلهى بهم حد. لازم وعي من المواطن قبل كل شيء، معناها حتى الدولة واش باش تعمل لك الدولة، كان ما يفيقوش على وضعياتنا ما يفيق علينا حد. يعني كي يقولوا كان ثم حملة وطنية ويوم تشجير شاركوا فيه، وما عملنا ديجا يوم تشجير قبل، وفي العيد الصغير عملنا حملة نظافة وسط البلاد لهنا وشاركوا فيها برشا شباب، المجتمع المدني هو اللي قايم بها القروان تو. يعني شباب كان يقولوا كان ثم يوم تشجير وتزرع تمشي مشيت ديجا انا يعني من قبل، مشيت وشاركت وكل شيء ونظفنا برشا بلاد، ديجا هذيك انت مسخه شكون نظف؟ ما انا نظفناها اللي من غادي هاك قدام. يعني شنو تقترح؟ توا كثرة توا حرائق الغابات وسخانه، لازم الحل هو في الشجره بالطبيعه، لازم حملات برشا نظافه وكل شيء. ناقصين شوي ناقصين، ما فماش برشا مساحات، برتو مشني من القروان سونتر لكن فما برشا مساحات ناقصه. شو لاحظت معك؟ فما مساحات مهمله، فهمتني؟ فما مساحات تتحسن خير. فهمتني؟ هذه اللي حس ما شفت. شو تقترح معنا نزرعوا اكثر شجر؟ اكثر الجر ولهوة وكو. نحطوا خضرة باش خضرة؟ بالاجار. وين الاجار؟ الله اعلم. ساعة بالعكس هم يقصوا فيها في الطرقات، في الغابات كشف لها محروقة. تحرقت الكل. عاود اخوي عاود. والشجرة تبارك الله كي تلقى ما يعتني بها وكل تمشي راه تنمو، الشجرة تنمو. العالم تاو ماشي للتشجير وماشي للبيئة النظيفة، خاطر الاحتباس الحراري وكل شيء مأثر على الوضع ياسر. قاعد يزيد بنسبة كبيرة. ديجا أكبر الشركات في العالم تستثمر في الطاقة البديلة والطاقة النظيفة. معناها هذيك هي باش نرجعوا تو للتشجير باش نرجعوا للطاقة النظيفة. دونك هذا العالم وين ماشي، معناها هذيك الثنية نتاع البشرية تو، سينو معناها وين نوصلوا بالديفو هذا نعملوا فيه.
اما برشا حرائق صارت، راه على الاقل كود باش نعوض الحرائق هذيك نزرعوا شجر. اي لازم، لا هي الحرائق راهو كان جينا نحنا منظمين ومؤطرين ما كانش تصير حرائق، كنا نجموا نتحكموا فيها. والحرائق اللي صارت نتيجه الاحتباس الحراري، فما برشا بلايص في فرنسا، شكون كان يتصاور فرنسا ولا تركيا باش يصير فيها حرائق؟ ما كان يتصاور حد صاروا فيها. دونك لازم تشجير، ومع التشجير لازم نبعدوا نعملوا كل حفر ما بين كل شجره وشجره باش نمنعوا اموال حرائق. لازم يكون فما اكيب، لازم يكون فما مجتمع مدني، ونتغلبوا على كل، نبداو مع بعضنا نتغلبوا على كل مشكله راه. والتلامذه صغيرات نقروهم في المدرسه وفي الروضه على البيئه، علاش ما نقروهمش؟ علاش ما تدخلش برنامج في المدرسه على البيئه وعلى المحيط وكل شيء؟ نقر في المحيط شكلي راه انا صحيح استاذ سبور، ما نقر في المحيط شكلي. عندي ولادي يقلك نجي نقري النبته منش تتكون، مش اهميه النبته وكيفاش تعمل النبته في الاحتباس الحراري وفي الامطار جلب الامطار لا، هذا كل ما يقروش. لازم الدولة تراجع كل شيء، كل شيء لازم تراجع خاصة للبيئة. ونشوفوا في الغرب كيفاش يزرعوا في الأشجار وكذا، هم خير منا مش خير منا. منيرة المجبري، منسقة مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القروي. أنا نخدم هناك على العدالة البيئية، بدا مرات نعملوها على العدالة المناخية ونحاولوا نمشيوا في السيكتور هذايا. عملناه وبدينا فيها خاصة أن بدرنا احنا كمنتدى في تشجير غابة رقادة مساهمة منا. على الاقل في معناتها الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ونحاولوا من تحسين الجوده خاطرنا نعرفوا جوده الهواء، خاطرنا نعرفوا اللي الغابات هي اهم حاجه في تونس، هي رئه الارض اللي احنا نتنفسوا بها. واحنا شفنا حتى في الكوفيد 19 اللي احنا نلوجوا على الاكسجين، الاكسجين ديجا طبيعه تعطيهولنا الشجره، دونك لازمنا نحافظوا عليها. الغابات في السنوات الاخيره نشوفوا اللي هي تتعرض لعدد من الانتهاكات، من قطع الاشجار، من حرائق الايامات هذه، اللي هو يساهم في تدهور المناخ، ويساهم ايضا في التغيرات المناخيه اللي احنا دولتنا السياسه نتاعنا ان تمشي في امضاء معناتها المعاهدات وتراوح، ماهيش قاعده ماخذه استراتيجيه واضحه للحد من التغيرات المناخيه، واللي نشوفوا احنا الاثار نتاعها توا من خلال قله الموارد المائيه اللي نعانوا فيها، وقله معناتها توا معناتها فما اشكال على الموارد المائيه اللي نعانوا فيها، ونوصلوا في المستقبل على نوصلوا حتى ان نعانيوا من الحروب الاهليه بخصوص الماء. بدنا نشوفوا فيه اندلاع الحرائق اللي هي تاثر على التغيرات المناخيه، وهذا ما لاحظناه حتى كمشينا لمحمية زغدود اللي لاحظنا فيها حتى متغير المنظر متاع جمالية جبل. احنا زرناه قبل وزرناه وقت بعد الحرائق اللي فما اختلاف كبير من حيث اولا من حيث المنظر متاع المكان اللي هو الدهور ولا كله نسموه، انا قلت لهم نهارتها مدينة الاشباح ولت كلها معناتها، واثرت حتى على الغطاء النباتي، اثرت على الحيوانات اللي هي قبل كانت مهمله وتوا بعد الحرائق ولت اعظم واعظمين. فما اصل حتى الحرائق نتاع التاثير نتاع الحرائق وصلت حتى للمتساكنين، وموارد الرزق نتاعها متاثر. فما بعدد من الاشجار الزيتون اللي تحرقت، فما نحل اللي تحرق، فما حيوانات معناتها فما اختلال موجود في المنطقه هذيك، وهذا احنا اللي دفعناه باش نحاولوا ان نحسسوا المسؤولين ولا المواطن باهميه الغابات هذه وبالثروه اللي موجوده، ولازمنا نحافظوا عليها. واحنا معناتها في قروين بار اكزومبل نشوفوا حتى في المدينه اللي احنا ما عندناش ديز سباس معناتها مناطق خضراء، واحنا مش نمشيو في معناتها في التشجير، لكن توا بعد الحرائق اللي شدتها ولايه القيروان مش نبقوا في نفس النقطه، ويمكن نتراجعوا تالي اللي احنا باش نعاودوا التشجير هذاك. هذا بسبب قله وعي معناتها المواطن، جد بقلة وعي المسؤولين اللي موجودين مهمش ماخذين استراتيجية واضحة للحد من الانتهاكات هذه. وهذه دعوة منا احنا كمنتدى للمواطنين المسؤولين انهم يراعيوا ياخذوا بجدية التغيرات المناخية ويحافظوا على الثروة نتاعنا هذه، ويمشيوا حتى في التشجير في اي بلاصة يلقاوها ما يسالش انك تعمل فيها شجرة وتحافظ عليها، هذيك مكسب ليك ولصغارك نهار اخر، وتنجم اولا تعطيك الظل، ثانيا تعطيك الاكسجين اللي انت وصلت في مرحلة من مراحل حياتك انك تشري فيه بالفلوس. بعد ما سمعنا اراء المواطنين بخصوص المساحات الخضراء، يطرح السؤال وقتاش تولي مدينة القيروان مدينة بيئية خضراء؟ نشوفوا في برشا مساحات مهملة، مساحات وسط الأحياء السكنية كانت مخصصة باش تكون مناطق خضراء، لكن للأسف توا في حتى فواضل البناء وفواضل المنزلية. نشوفوا في فضاءات أخرى، نحكيوا على فسقية الأغالبة، مساحة كبيرة يعني كانت تنجم تكون
فضاء أخضر، فضاء بيئي للعائلات. هذا علاش باش نحبوا نشوفوا أكثر تفاصيل على مشاريع البلدية، مخططات بلدية القيروان بخصوص يعني تهيئة مساحات خضراء، زرع مزيد من الأشجار. ربما يطرح الموضوع كأحد الحلول لمجابهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. الحل يقول خبراء أنه على الأقل ينجم تكون زراعة أو غراسة الأشجار هي حل من الحلول. هذا علاش مش نتابعوا الموضوع مع السيد رضوان بودن رئيس بلدية القيروان. سيد رضوان مرحبا بك. مرحبا بك ومستمعين حياة. سي رضوان، نشوفوا الحقيقة احنا مدينة القيروان ثم بعض صفوف الأشجار على الطرقات، نشوفوا بلدية القيروان فيها حديقة، نشوفوا حديقة غرناطة، لكن للأسف يعني كنشوفوا برشا أحياء أخرى ما فيهاش مساحات خضراء، ما فيهاش أشجار على الطريق، ونشوفوا أيضا حتى في مواطنين يتعمدوا يقصوا الأشجار. بالجانب البيئي عامة البلدية وخاصة المجلس البلدي هذا قاعد يخدم على موضوعين، موضوع الانبعاث نتاع الغازات الثانية والغازات البيئية والغازات الدفيئة اللي يسميوها، واحنا عاملين برنامج كامل في الحد من استهلاك الطاقة ومن انبعاث الغازات هذه، واحنا قاعدين نسوق فيها البلدية كبلدية صديقة للبيئة. وحنا توا كان في أهم روح ندوز مع مجموعة من عوان البلدية وأعضاء المجلس، كنا في المكان الوطني للتحكم في الطاقة في مشروع كما هكا للتحكم في الطاقة وخاصة في الحد من انبعاث الغازات الثقيلة. هذا الموضوع الأول، وإحنا عملنا استعداد برنامج طموح فيه نتاع ان شاء الله كان يرنون ينجم يوصل حتى المليارات للاستثمار فيه هذا، وبدينا فيه شرعنا في خطواتنا الاولى، قاعدين نسجل في الفوانيس العاديه اللي هي مستهلكه للطاقه في فوانيس الو معاك كي فوانيس يعني مقتصده للطاقه، معاك فوانيس المقتصده للطاقه اللي هي السيف وهذه يمشي حتى ياسر من استهلاك الطاقة، أولا يخفف على ميزانية البلدية ثم يخفف على البيئة نتاع مدينة القيروان. والجانب الثاني هو المناطق الخضراء وغرس أكثر ما يمكن من الهدية. الحقيقة عندنا فيها برنامج، عندنا حديقة توا مازالت كملت وإن شاء الله مش نستلموها قريبا جدا اللي هي في حي عقبة في دائرة النصر. هذا من ناحية. ثم عنا اختنينا توا قطعة آلاف من النباتات، ننتظر في مرور فترة الصيف وتدخل موسم الغرس باش نعملوهم إن شاء الله باش نفرقوهم على عديد المحترقات في المدينة. شنو نوعية النباتات سي رضوان؟ هو جيرانيوم وما يشبهه ذلك، حبينا اخترنا بعض معناها النباتات الزينة اللي هي تتماشى مع المناخ القيروان. الحقيقه يزينا باللي كل مره تتعمل تدرس عديد من النباتات ثم تكون غير مطابقه وغير مواتيه للمناخ القيروان. ان شاء الله المره هذه تكون النباتات هذه مواتيه للمناخ، ان شاء الله بعض المفترقات يشهدوا بعض الزينه في الاشهر القادمه. ثم عندنا المشروع الضخم هذا ان شاء الله يردوه، احنا عندنا أكثر من عام إحنا بنبتدينا فيه، هو ما يسمى بمنتزه المنشية اللي هو في طريق الوسادية مقابل المنشية وراء المركز هذايا، اللي هو يمسح قرابة 3 هكتارات وتكلفته تقديرية قرابة 4 مليارات، واللي دراسته تقريبا كملت. لو بعض الدراسات نتاع السلامة ننتظروا فيها، الحقيقة هي في الوزارة مازال ما تعرف الظروف الاستثنائية اللي تعيشها البلاد، وخاصة في الجائحة نتاع كورونا اللي هي عطلت شوية، وإن شاء الله ذلك ما كان نرى النور أنه مش يعمل نخلة نوعية في البلاد. أول منتزه حضري في مدينة القيروان يمسح كما قلت 3 هكتارات وفيه عديد العناصر
ومش يكون معناها فرصه او مكان للتنزه للقازوات، مش يكون فيه بالطبع غرس كميه معناها محترمه من الاشجار، ثم اماكن للعب للاطفال وبالطبع للتنزه، وان شاء الله يكون فيه حتى بعض العناصر الثقافيه. هذا هو ان شاء الله. يمكن مع الفضاء الفسقيه سي رضوان اللي هو تقريبا فيه 18 هكتار زيدا، يستحسن او يفترض انه لو تم غراسته باشجار ونباتات زينه حتى بالعشب الجازون ينجم يكون فضاء حتى يعني فضاء متنزه وفضاء اخضر. والله ما تعرف مش في الفسقيه وهذا قيل فيه العديد من الرعد كتبت فيه تعملت فيه حتى وقت النيابه الخصوصية عملنا فيه حتى يوم دراسي وطني. هو أولا ملك تاع الدولة من وزارة الثقافة البلدية بالقانون، ما عنديش الحق باش نتدخل، ما أنه لكن رغم ذلك أنه ما أنه فضاء يأمه العموم جبرة البلدية باش تتدخل فيما موضوع النظافة وبعض التجميل الخفيف. هو تعرفوا اللي هو زاد موضوع نتاع المنحة السعودية لدى مخصص منه جزء من المنحة في دائرة الفضاء هذا، نحن ننتظر لدى ما مآل المشروع هذا. إن شاء الله أهل المنام مال الفضاء يوم يقول بالقانون هم إن شاء الله يعملوا فيه مشروع ينفع مدينة القاهرة ينفع. هذا هو سي رضوان، تقترحش انه الالاف النباتات اللي قلتوا باش تغرسوهم انه يتم تشريك المواطنين والجمعيات انه يكون في شكل يوم جهوي هكا لغراسه الاشجار، ويتم هكا نشر ثقافه غراسه الاشجار والمحافظه عليها باش نقصوا شوي، لانه الحقيقه المواطنين برشا مواطنين يقصوا الشجر، وربما غياب تطبيق القانون ومعاقبه اللي قص شجرة شجع برشا ناس انه يقصوا الشجر في عوض انهم هما يغرسوه. والله الحقيقة تو البلدية دوما تشوف اعتداء على شجرة لا تتدخل وقاعدة تعطي معناها تقوم بالاجراءات القانونية، قاعدة تقوم بالاجراءات القانونية وتتعدل القضايا هذه للمحاكم، وبعد ما نعرفش عليها احنا مآل البعض خاطر ما تعرف. ليش ما تتابعوهاش؟ تتابعوها القضايا هذه تتابعوها. احنا ماذا بينا يشاركون الناس خاصة أنه المواطن يتبنى هذا، لأنه أي مشروع وخاصة مشروع شبه هذا تاع المناطق الخضراء والنباتات وكل شيء، إذا كان ما يتبناوش المواطن راهو ما ينجحش. الحقيقة مازال عندنا من ناحية هذه باستثناء بعض مكونات المجتمع المدني كمجتمع عام مازال ما عندناش عقلية الاحترام النبات وخاصة الحفاظ عليه. وثم حتى من معناها يعادي هالمعتدية ويرى أن تقلق، وخاصة كي تفتح المسكن نتاعو والمتجر نتاعو، وعديد معناها أنا عشت عديد الحالات اللي يقول بالله ما تغلطيش هنايا وتولي لي مشكل وتولي لي معناها موقع نتاع مريب واحد كيف هكا. دونك احنا ماذا بينا المواطن هو اللي يكون الحامي للمشاريع هذه، لانه من غيره هو ما تنجحش. هذا هو البلديه ما عندهاش الامكانيات، ومهما كانت البلديه حتى في البلدان الغنيه والمتقدمه راهو المواطن هو اللي يتبنى المشاريع هذه، كان في المناطق خفض توفيرها هو اللي يحميها، ما تنجمش تعمل عون امن يحرس كل المرافعه. هذا هو. شكرا لك سي رضوان، هذا هو المطلوب، مطلوب انه مواطن يكون صديق للبيئة صديق للشجرة، لكن الوعي هذا والثقافة هذه راي تنشر من خلال يعني المؤسسات التعليمية، من خلال ايضا دور البلديات كمؤسسة يعني تفعل الحكم المحلي وتشارك مع المواطنين في تفعيل الافكار هذه ونشرها وتنزيلها
تنزيلها على أرض الواقع، وإن شاء الله من خلال الثقافة هذه ومن خلال الأعمال والمشاريع المستقبلية اللي إن شاء الله تم يتحسن المشهد ونمشي أكثر نحو اللون الأخضر في مدينة القيروان. تحقيقات، أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة على الحياة FM.